أهلا بكم إلى السابعة وفيها. حفتر على خطى السيسي ومحاولات مستمرة لاستنساخ الحالة المصرية في ليبيا. قانون أمريكي يسمح لضحايا 11 من سبتمبر بمقاضاة دول، الكونغرس يقر وأوباما يلوح بالفيتو. صلاة العيد، بريطانيا تسجل أكبر عدد للمصلين في ساحة واحدة، ومصر تسجل الأغرب والأطرف. أهلا بكم. رغم فشل التجربة المصرية كما يرى البعض، والجرائم التي ارتكبها السيسي في بداية سلبه للسلطة والجرائم التي ما زال يرتكبها، فإن السيسي ما زال يحظى بدعم دولي في مقدمة هذا الدعم الإمارات. ترقية خليفة حفتر لرتبة مشير قرأها كثيرون استنساخا للحالة المصرية، خاصة وأنه يسير على خطاه في ارتكاب الجرائم وفي حصوله على الدعم الإماراتي. ها قد تساوت الكفة، مشير هنا ومشير هناك، قرابين هنا وقرابين هناك، أبواق هنا وأبواق هناك، وكأننا في عصر المعجزات. ها قد تساوى السيد بخادمه حفتر الذي يعتبره بعض قراء المشهد عن بعد استنساخا مقصودا للحالة المصرية، يتوج مشيرا في مشهد يقرأه البعض في الداخل متسائلين لأجل هذا غاب الكبار. ومنطق الأمر الواقع الذي يظهر فيه حفتر قائدا يجر معه كل المرحلة بما فيها بل بمن فيها طوعا أو كرها، فيما يغطي موقع الاتفاق سوآتهم بأوراق المسودة وينبشون بين سطورها على أمل أن تكون كتبت بلغتين ومنطقين، فمن يتفق معه المحاورون في كل شيء يختلفون معه في كل شيء، فكأنهم الدائريون في عالمهم القادرون على صنع السراب بما وهبوا من ملكة القيادة في التيه، فيطوف أتباعهم وراءهم ولا يدرون أنهم لم يقطعوا مسافة وإن قصموا ظهرا. ربي يتقبل شهدانا إن شاء الله ويحصلوا أحسن درجة في الجنة، وإن شاء الله يداوي جرحانا ويشفي مرضانا كلهم ويرجع ظنانا الباقيين لأهلهم صحيحين سالمين غانمين، وانتم وهالطبيخ هذه اللي تبدينا فيها على خير، ونبو نعيد ومتهنين جنب أهلنا العياد الجاية، معاش نبو حرب، والله ساد والله ساد والله ساد. ورغم التعب والضربات التي ما زالت تحاول أن تقسم ظهر المؤمنين بالحرية الأوفياء للمضحين ومن مزقتهم فداحة التضحيات، إلا أن بوصلة أمثال هؤلاء وإن جذبهم سراب أو أدخلوا طرقا جانبية بزعم الاختصار لا تخطئ بهم الهدف وإن طالت بهم الطريق، فمن رفض حكم القذافي وجنون العسكر لن يقبل أبدا أن يحكمه حذاؤه، وتظل الأزمنة ولودة وأودة. ولمناقشة هذا الاستنساخ للحالة المصرية وسعي حفتر المحموم لأن يكون السيسي ليبيا، انضم إلينا عبر الهاتف المختص في الشأن العربي السيد محمد العربي زيتوت. سيد زيتوت بداية أهلا بك. يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. سيد زيتوت بداية، رغم كل الاختلافات والفروقات بين مصر وليبيا وثورتيها وبالنظر لكل هذه الفروقات، يرى البعض أن خليفة حفتر يسعى بشكل واضح لأن يستنسخ ما جرى في مصر مع رئيسها السيسي، كيف ترى ذلك؟ صراحة إذا ثبت هذا الخبر من أنه قد عين نفسه مشيرا، فهنا نكون قد وصلنا إلى حالة من التهريج والعبثية الغير مسبوقة. نعرف أنه قد رقى نفسه من قبل إلى لواء بعد أن كان عقيد سابق وهارب من الجيش الليبي وموجود لدى الأمريكيين لفترة طويلة جدا، ولكنه يبدو أنه لما جاءت الثورة عاد الرجل لكي يستنسخ شخصيتين، شخصية قديمة هي شخصية القذافي وشخصية متجددة أو جديدة هي شخصية السيسي، وهنا يبلغ العبث مبلغه بوضع متردي وشديد التردي في ليبيا، ولكن أيضا يتسم بنفاق العالم الخارجي وبتدخل قوى إقليمية ضعيفة في الأصل ولكنها تعمل في ليبيا عبث غير مسبوق. نعم. طيب سيد زيتوت، يعني سيطرت قوات حفتر على الموانئ النفطية
بدون مقاومة تذكر. تلاها بعد ذلك بيان للدول الست رآه بعض المراقبين بأنه بيان ضعيف. بعد ذلك تمت ترقية خليفة حفتر إلى رتبة مشير. في كل هذه يعني هذه المعطيات، هل تقرأ هنا ربما مؤامرة تحاك إلى إيصال حفتر وتبييض صفحته، ويعني الدعاية لأن الدولار انخفض والاستئناف النفط سوف يجري في الأيام المقبلة؟ كيف تقرأ كل هذه المعطيات وراء بعض؟ السيطرة على موانئ النفط واضح أن من يريد أن يوصل حفتر إلى السلطة يعلم أن المفتاح هو السيطرة على النفط في ليبيا. فليبيا هي أساسا بلد للنفط وللغاز والبترول وللغاز، ومن ثم من يسيطر على هذه المصدر الرئيسي للشعب الليبي فيمكن أن يلعب أو يسيطر على القرار السياسي. والواقع أن قرار البلدان الست الكبرى الغربية هو في اعتقادي ذرة للرماد في العيون. فلولا ونحن نعرف أن قوات خاصة من هذه البلدان خاصة فرنسية، أعتقد أيضا بريطانية وإيطالية تقاتل مع حفتر، تقاتل الثوار في بنغازي وتقاتل معه في أماكن كثيرة. وما كان لحفتر أن يستولي على هذه المناطق النفطية لولا ضوء أخضر وربما طلبا من هذه الدول التي أبدت اعتراضها. أبدت اعتراضها لأن لديها مشكلة أخرى، وهي أن هذه نفس الدول التي جاءت بحكومة السراج التي تسمى بحكومة الوفاق الوطني ولكنها حكومة وفاية دولية، فهي تجد نفسها أن لديها حليفين وكلا الحليفين ربما يحرص أو تحرص على عدم إغضابه، لكن في هذه الحالة ولذلك سمحت بسيطرة حفتر على الموانئ النفطية ولكنها في نفس الوقت انتقدت ذلك. أعتقد أن حفتر أصغر بكثير من أن يقوم بدور بهذا الدور لولا الدعم الغربي الذي طبعا يمر أحيانا أيضا عبر الإمارات التي تجد نفسها أنها أصبحت لاعبا رئيسيا مع عسكر مثل في ليبيا، وخاصة أن حفتر شديد الإعجاب بالسيسي، حتى أن قرأت أكثر من مرة على الصحافة المصرية من أنه يقول أنه سينفذ كل ما يطلبه منه المشير أو الرئيس السيسي كما يسميه. نعم، طيب كيف تفسر سيد زيتوت يعني وقوف الإمارات خلف خليفة حفتر ومن قبله السيسي، وكيف تفسر أيضا يعني تصدرها في المشهد في مكافحة الثورات العربية أو قيادة الثورة المضادة؟ الإمارات لم تخفي منذ اليوم الأول، هي والسعودية وإلى حد ما الأردن وجنات الجزائر، من امتعاضهم الشديد من الثورات الشعبية، من الانتفاضات الشعبية التي طاحت بالاستبداد وبأنظمة استبداد وفساد. الإمارات تولت القيادة المحلية الإقليمية لضرب هذه الثورات وضربها بقوة. نعرف ما حدث في مصر، ما يحدث وما زال يحدث، ما يحدث في ليبيا، ما يحدث في سوريا، وما يحدث حتى في العراق واليمن. الإمارات تقود الثورة المضادة بامتياز، طبعا بدعم محدود الآن إلى حد ما سعودي لأن لديهم خلافات، لكن السعودية أيضا كانت معادية جدا لهذه الثورات. بالنسبة للإمارات وهي الآن تلقى دعما غربيا إسرائيليا، هذا بالنسبة إليها قضية وجودية، فانتصار الشعوب وسقوط المستبدين والمفسدين يعني أن نظامهم سيرحل حتما، وهم يدركون ذلك، ولذلك يعلمون أن التناقض هو تناقض وجودي، وستكون الحرب شاملة وعنيفة ونهائية بين الشعوب، إما أن تنتصر وإما أن ينتصر هؤلاء الذين يريدون دمار المنطقة العربية تماما. نعم، في سؤال أخير سيد محمد العربي، يعني السيسي وصل إلى سدة الحكم بطريقة ما، استنسخها اليوم خليفة حفتر، هل تتوقع ربما يصل خليفة حفتر إلى سدة الحكم بذات الطريقة التي وصل بها السيسي؟ وأيضا ما قراءاتك للمشهد بشكل عام خلال الأيام المقبلة؟ أنا لا أعتقد أن حفتر سيذهب بعيدا، أنا من الذين يعتقدون أولا لأسباب متعددة، من بينها أن ليبيا ليست دولة مركزية وليس فيها حكم مركزي، ولم تكن يوما ما لديها فيها حكم مركزي، حتى حكم القذافي كان حكما طاغيا، لكن كانت دائما الأطراف أو بعض الجهات تقريبا لا تخضع له بالشكل الكامل ويلجأ إلى القبلية لكي يمرر بعض الأشياء. لا أعتقد أنه سيفعل. الشعب الليبي يختلف عن الشعب المصري، والشعب الليبي ببدويته وبقبليته وبعدم مركزيته لن يسمح في نهاية المطاف
بوصول حفتر. أعتقد أن حفتر مثله مثل السيسي قد يكون نهاية هذا العام أو ربما منتصف العام القادم هو أقصى ما يمكن أن يصلوا إليه، ثم يستبدلهم السيد الذي يحركهم سواء السيد الإقليمي أو السيد الدولي، لأنهم يكونون قد أنهوا دورهم ويكونون مثل الكلينكس، مثل المناشف أو المناديل اليد الورقية التي تستخدم ثم ترمى عندما لم لا تصبح لها أي أهمية. محمد العربي زيتوت المختص في الشأن الليبي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلى السابعة. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. نناقش أبعاد القانون الأمريكي الذي يسمح لضحايا 11 من سبتمبر بمقاضاة الدول. أهلا بكم. أقر الكونغرس الأمريكي قانونا يقضي أو يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 من سبتمبر بمقاضاة الدول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات في حال ثبوت تورطها في الهجمات، فيما أكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيستخدم حق الفيتو ضد القانون المذكور باعتبار أن القانون يضع العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج في وضع حساس إذ يسقط عنهم الحصانة التي يتمتعون بها حاليا ويجيز تاليا مقاضاتهم، في حين أنه حسب السياسة الداخلية الأمريكية فإن استخدم أوباما الفيتو لا يعني تلقائيا أن القانون لن يرى النور، إذ يمكن للكونغرس أن يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون رغما عن إرادة أوباما إذا ما أقره مجددا مجلس الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة، وهو أمر ليس مستبعدا في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين. من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في بيان له، قال إن دول المجلس تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وأن هذا التشريع يؤسس لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية. يذكر أن مجلس التعاون الخليجي يضم كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين. حول تداعيات القرار على هذه الدول العربية والإسلامية ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل الفلسطيني هشام نور. سيد هشام، بداية أهلا بك إلى السابعة. أهلا بكم أستاذ المشاهدين جميعا. نعم سيد هشام، بداية يبدو أن كابوس 11 من سبتمبر لا يزال يلاحق المسلمين والدول الإسلامية لا سيما السعودية، كيف تقرأ تداعيات هكذا قانون إذا ما تم إقراره في الولايات المتحدة على السعودية والعلاقات بين البلدين؟ بداية طبعا الشارع الأمريكي لا يزال يعيش كما ذكرت على وقع هجمات 11 من أيلول سبتمبر، ورغم مرور 15 عاما على هذه الحادثة أو هذه الهجمات الإرهابية، لكن المجتمع الأمريكي لا يزال يستخدم أو لنقل بعبارة أدق الشارع السياسي أو المشهد السياسي في أمريكا يستخدم هذه الحادثة دوما للترويج لمصطلح مكافحة الإرهاب عبر العالم في الخارج وفي الداخل، وتخويف بشكل عام من العرب والمسلمين وتحميلهم وزرة ومسؤولية ما حدث لهم جميعا. وبالطبع بعد وصول المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى السباق النهائي للمنافسة على سدة البيت الأبيض زادت هذه الحملات وزادت حدتها وأصبحت حتى أيضا تشمل ليس فقط المملكة العربية السعودية ولكن تشمل أيضا كل العرب والمسلمين وحتى العرب والمسلمين من أصول أو محاملي الجنسية الأمريكية. فحملة التخويف الذي يعيشها الشارع الأمريكي الآن لتخويفه من العرب والمسلمين والعودة وراء لاستغلال حادثة 11 من سبتمبر التي أكل الدهر عليها وشرب وخاض الأمريكيون من أجلها حربين في أفغانستان والعراق، كلها أمور تأتي في سياق سياسي للترويج لحملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وبالتالي عن طريق المجلسي الكونغرس والشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري. نعم طيب سيد هشام، يعني ألا يضر هكذا قانون إذا ما تم إقراره في العلاقات أو بين العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة
أم أن الولايات المتحدة من وجهة نظرك لم تعد ترى في السعودية حليفها في المنطقة، خصوصا بعد التقارب الأخير مع إيران إن صح الوصف؟ بالطبع هناك توتر في العلاقات الأمريكية السعودية، الكل يعلم ذلك، وهو توتر سببه أيضا التقارب الأمريكي مع إيران والملف الإيراني النووي الذي هيمن على ولاية أوباما خاصة في نهايتها. لكن الولايات المتحدة والبيت الأبيض يدركان تماما مدى تأثير وخطورة هذا إقرار هذا القانون وتفعيله على الدبلوماسية الأمريكية بشكل عام في العالم وليس فقط في المنطقة العربية. هذا القانون إذا ما أقر سوف يسمح بالتالي للدول التي تتعرض، ليس فقط المملكة العربية السعودية بالمناسبة، كل دول الخليج وحتى كثير من الدول التي سوف تطالها هذا القانون، مواطنو هذه القوانين سوف تكون سوف تستعمل الولايات المتحدة والدبلوماسية الأمريكية، بمعنى أن هذه الدول سوف تقوم بنزع الحصانة الدبلوماسية عن المسؤولين الأمريكيين ومحاسبتهم على الكثير من الجرائم التي ارتكبت وسكتت عنها هذه الحكومات في أفغانستان، في اليمن، في العراق، وخاصة الهجمات بالطائرات من دون طيار التي كان يشنها الجيش الأمريكي على في هذه الدول. وبالتالي فإن البيت الأبيض يدرك خطورة هذا الأمر وهو يسعى لاستخدام الفيتو لإيقافه، وأعتقد أنه حتى لو تمكن من إيقافه في الفترة الأولى لكن مجلس الشيوخ ومجلس الكونغرس سوف ينجح في إقراره في المرحلة النهائية. طيب سيد هشام، يعني مراسل راديو سوا ذكر أن الأردن احتجت على هذا القانون، لماذا برأيك الأردن تحتج؟ وأيضا أو هذا السؤال الأخير. نعم الأردن شأنه شأن بقية الدول العربية التي سوف تعاني من تبعات هذا القرار. كما قلت في هذا القرار لا يشمل فقط المملكة العربية السعودية، يشمل كل مواطني الدول الذين تورطوا في عمليات إرهابية أو شاركوا أو أسهموا فيها، فهذا يشمل دول المنطقة العربية بشكل عام، وبالتالي سوف ينعكس على كل هذه الدول وسوف تتعرض هذه الدول للمسؤولية القضائية أمام التشريع أو أمام القضاء الأمريكي، وبالتالي سوف يتم تحميلها تبعات مالية كبيرة نتيجة لتعويض ضحايا هذه الهجمات. طيب سيد هشام، في سؤال أخير يعني لضيق الوقت وبشكل مختصر، يعني هذا القانون تقره الولايات المتحدة لكن في المقابل لا قوانين تسمح للأشخاص أو الدول بمقاضاة أو اتهام الولايات المتحدة بالتورط أو التستر أو حتى تخطيط هذا الهجوم على الأقل كما ظهرت الكثير من الأدلة، كيف ترى هذا التباين؟ تماما، لأن هذا القانون الغاية منه هو غاية انتخابية سياسية محضة، فهو فقط يستخدم في هذا السياق، هو يستخدم في سياق الانتخابات السباق الانتخابي للبيت الأبيض، وبالتالي فإننا نتوقع أن هذه الموجة حول هذا الموضوع أو هذا الترويج له سوف ينتهي بانتهاء هذا الحملة الانتخابية التي سوف تجري في شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل، وعليه فعلينا ألا نتسرع في الحكم على نتائجه ومآلاته، لأنه ويجب قراءته ضمن سياق الحملة الانتخابية الأمريكية، فهي تحرص على تجيش الشارع الأمريكي باتجاه العرب والمسلمين بشكل عام ولخدمة الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة. نعم، شكرا لك سيد هشام منور الكاتب والمحلل الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. بريطانيا تسجل أكبر عدد للمصلين في ساحة واحدة ومصر تسجل الأغرب والأطرف. أهلا بكم. عيد الأضحى المبارك مناسبة دينية تجمع المسلمين في شتى أنحاء العالم، ويتميز العيد بالصلاة الجامعة التي يصليها المسلمون عادة في ساحات كبيرة زيادة في التقارب والتراحم، لكن بعض المصلين في مصر بالغوا في الخلط بين فرحة العيد ومحاذير الصلاة وشروط صحتها في صورة رأى فيها البعض غرابة وطرافة فيما استهجنها كثير. تقريرنا التالي يجوب دول العالم في عيد الأضحى المبارك. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور من شتى أنحاء العالم لصلاة العيد ومن مختلف دول العالم في الدول الغربية. كان من المشاهد الأكثر انتشاراً
أكبر صلاة عيد أضحى في أوروبا بحضور 96 ألف مسلم. تدفقوا على سمول هيث بارك وهي واحدة من أضخم الحدائق العامة في بريطانيا. شارك جميع مساجد المحافظة الوسطى في إنجلترا صلاة عيد الأضحى، وعدد كبير من البرلمانيين المسلمين ومسؤولين في بريطانيا بهذه الصلاة، ما يعتبر أكبر احتفالية إسلامية تجمع فيها المسلمين في أوروبا في مكان واحد. في الاتحاد الأوروبي أيضا بألمانيا، حرص البعض من المسلمين في برلين على توزيع الطعام والمشروبات بعد صلاة العيد على المصلين، خاصة وأن الكثير منهم يعيش لوحده بعيدا عن أهله. لم يختلف المشهد في العراق، فله مذاق خاص أيضا، ارتفعت أصوات التكبير والتهليل والفرح بهذه المناسبة. التسامح وتبادل التهاني أملا في غد أفضل، كان هذا الشعار الذي يتخذه العراقيون في البصرة. في فلسطين، ورغم تصاعد التوتر مع إسرائيل وصعوبة الوضع في الأراضي الفلسطينية، أدى مئات الفلسطينيين على أداء صلاة العيد في المسجد الأقصى في القدس، وهو ما يتمناه المسلمون في شتى أنحاء العالم. في ليبيا، جموع المصلين ملأت المساجد والباحات في أنحاء ليبيا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لتبادل التهاني والتسامح، ففي باحة ميدان الشهداء تعالت أصوات التكبير والتهليل. خطيب الصلاة توجه بالدعاء على سائر الوطن بأن يعم الخير والرخاء والسلام ربع الوطن. وفي مصر، كانت الصورة الأكثر تداولاً على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث جمعت بين الطرافة والغرابة رجال ونساء وأطفال يقفون جنباً إلى جنب لتأدية صلاة العيد في إحدى ساحات القاهرة، في مشهد خلط بين الاحتفال والصلاة كطقس ديني له محاذيره. من مظاهر الاحتفال بهذا اليوم صور السيلفي التي لم تتغيب هذه المشاهد قبل وبعد الصلاة، فعمد العديد من المصلين في كل مدن العالم إلى أخذ لقطات لهم أثناء تأديتهم للصلاة تعبيرا منهم على فرحتهم بهذا اليوم. وبما أن بريطانيا سجلت هذا العام أكبر عدد مصلين بتجمع 96 ألف مسلم في ساحة واحدة، ينضم إلينا عبر سكايب أحد الليبيين الذين يعيشون في بريطانيا، السيد حسين جماعة. سيد حسين، بداية أهلا بك إلى شاشة النبأ. أهلا وسهلا بك أخي، ونرحب ونبارك لكل أهلنا في ليبيا بعيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يعم الأمن والسلام على كل أهلنا في ليبيا، والعيد الجاي يكونوا أكبر فرحة وأكبر أمن وسلام يا رب العالمين. إن شاء الله. سيد حسين، كل عام أنت بخير. بداية، كيف كان شعورك سيد حسين أنت عند أداء صلاة العيد في بريطانيا وهي تسجل أكبر عدد للمسلمين في 96 ألف مسلم في ساحة واحدة، خاصة أنك مغترب عن ليبيا؟ طبعا العيد في عيد الأضحى في بريطانيا يعتبر معش يعني مش غريب على الدولة الإنجليزية، لأن عدد الجاليات المسلمة بالملايين عدد كبير جدا. طبعا بما أن العيد في يوم عمل رسمي، عمدت بعض المساجد إلى عمل أكثر من صلاة عيد، صلاة يعني للموظفين اللي ما تحصلوش على إجازات عمل، تكون الصلاة هذه ممكن تبدأ الساعة 8، وفي بعض المساجد حتى كانت فيها 3 صلوات لازدحام المساجد، والعدد كان كبير جدا. المدن اللي تركزوا فيها المسلمين بأعداد كبيرة جدا مثل لندن، برمنغهام، مانشستر، شافيلد، ليفربول، ليستر. وطبعا والحدث الأهم اللي كان تميزت بها بريطانيا السنة هذه اللي هو صلاة العيد في الحديقة الأشهر في العالم اللي هي الهايد بارك، فكان العدد زي ما وضحتوه في التقرير عندكم يعني كان قرابة 100 ألف مصلي، وحدث كذلك في مدينة مانشستر بعض ومدينة ليستر. هذه هي أهم طقوس العيد اللي كانت في بريطانيا. بالنسبة للطقوس الخاصة بالجالية الليبية،
العديد من المدن تركز فيها أعداد كبيرة في بالنسبة الجاذبية، جمعت بعض الأسر في بعض البيوت في تجمعوا فيها. يعني أكثر ما افتقدتموه كليبيين مغتربين أنتم في بريطانيا، أكثر الأشياء التي افتقدتموها في عيد الأضحى وأنتم في بريطانيا بعيد عن ليبيا؟ أكيد الوطن، الوطن الوطن. شوف أخي، إنك تعيد مش في وطنك مهما كانت ظروفك، مهما كانت ظروفك أنت بتحن للوطن وتحن للأهل وتحن لطقوس العيد اللي عندنا الاجتماعية بكل المآسي والحزن اللي موجود الآن في ليبيا، وإن شاء الله ما عادش نشوفوه. والله العظيم تمنينا إن كنا موجودين ومعيدين في ليبيا، لكن الظروف مثلا أنا ظروف الشغل، ظروف دراسة الأطفال، لأن طيب الدراسة. كيف كان احتفال العيد سيد حسين في بريطانيا؟ ذكرت أن مجموعات من العائلات تتركز في مناطق معينة، هل تم ربما اجتماع العائلات مع بعض؟ أيضا تمت حفلات شواء في الخارج، كيف كانت الأجواء في عيد الأضحى وأنتم في بريطانيا؟ مثلا نكلمك انا على الصعيد الشخصي، انا طبعا عندي 2 من الاصدقاء يسكنوا في فلات شقق، فدعيتهم انهم يعيدوا في بيتي. انا عندي بيت كبير وجاردن، باك جاردن كبير يعني 15 متر، فعيدوا عندي يعني عائلتين. في بعض العائلات الطقس كان جميل جدا في ايام العيد، في بعض العائلات يعني 5-6 عائلات يمشوا للبارك اللي مسموح فيه يعني بالحفلات هذه الباربيكيو والشواء يعني لازم يكون، لأن في بعض الأماكن ممنوع أنك تشوي فيها إلا لما تكون مصرح الأماكن هذه. كذلك الزيارات في بعض المساجد يعني خاصة بالليبيين، مثلا زي مسجد السنة في مانشستر، مسجد ديزبري، هذا فيه تواجد كبير للجالية الليبية. في بعض المساجد التقوا فيها الليبيين يعني يعملوا في معايدات، في اللي يعني ظروف العمل ما سمحتش ف يعني داروا معايدات في اليوم الثاني. نعم، شكرا جزيلا لك سيد حسين. جماعة، افتقدتم غربة الوطن، لكن يبدو أن غربة الدين لا وجود لها في ظل هكذا صلاة في بريطانيا تضم هذا العدد الكبير من المسلمين. شكرا جزيلا لك لانضمامك معنا. مشاهدينا الكرام، السابع انتهت، إلى اللقاء.